بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا أيها الإخوة المستمعون في صدد استخراج الأحكام من آخر آيات المواريث، ابتداء من قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى قوله تعالى: وله عذاب مهين. وقد انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فهذه الآية أو هذه الجملة من الآية فيها بيان ميراث الإخوة لأم، وبيان شرطه. فشرط ميراث الإخوة للأم أن يكون الميت ليس له ولد وليس له والد. ليس له ولد، هذا بنص الآية، وليس له والد، هذا بإجماع أهل العلم على أنه إذا كان للميت والد فإن الإخوة لأم لا يرثون معه. وهذا هو معنى الكلالة. الكلالة من لا ولد له ولا والد، فإن ميراثه إن كان منفردا ذكرا أو أنثى فهو السدس فرضا، وإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من واحد، فلهم الثلث على السوية بينهم ذكورهم وإناثهم. وهذا فرض أيضا. فيشترط لميراث الإخوة لأم أن تكون المسألة كلالة، أن يكون الميت ليس له ولد وليس له والد، وأن ميراثهم لا يزيد عن الثلث مهما كثروا، وأنه يكون بينهم على عدد الرؤوس الذكور والإناث سواء، لأن الله شرك بينهم ولم يفاضل بينهم، والشركة تقتضي التسوية. وميراث الإخوة لأم هذا من جملة الفروض الستة التي قدرها الله في كتابه، وهم من ذوي الأرحام لأنهم يدلون بالأم، فهم من ذوي الأرحام. كما تدل الآية على أن ميراثهم لا يزيد بزيادتهم، وأن ذكرهم لا يزيد على أنثاهم، وهذا هو الحكم في ميراث ذوي الأرحام كما هو معلوم. ويؤخذ من هذه الآيات بيان أهمية الدين والوصية، فإن الله كرر أنهما يقدمان على الميراث في قوله: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. فهذا تكرار يقتضي التأكيد على أهمية الدين والوصية في التركة، وأنه لا ميراث إلا بعد تنفيذهما. ولكن كما
أشرنا فيما سبق أن الوصية وإن تقدمت على الدين في الذكر فإنها تتأخر عنه في التنفيذ، وهذا بإجماع أهل العلم. وإنما قدمت الوصية في الذكر من باب الاهتمام بها، لأنه قد يتساهل فيها بخلاف الدين، فإن له من يطالب به فجانبه قوي، فلذلك أخر في الذكر عن الوصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ بالدين قبل الوصية، والإجماع على ذلك. يؤخذ من هذه الآيات أنه يشترط لإيفاء الدين وتنفيذ الوصية ألا يكون قصد المورث منهما الإضرار بالورثة، فإن كان قصده الإضرار بالورثة كما لو أقر بدين إقرارا غير صحيح، وإنما يريد المضارة بالورثة وثبت ذلك أنه يريد المضارة بالورثة، فإن هذا الدين لا ينفذ. وكذلك الوصية إذا زادت عن الثلث أو كانت لوارث مهما كانت فإنها لا تنفذ، لأن في ذلك إضرارا بالورثة إلا إذا رضوا بذلك بعد الموت، فيتصح هذه الوصية تنفيذا. ويؤخذ من هذه الآيات بيان خطورة المضارة بالدين والوصية، فقد جاء الوعيد الشديد في من يضار في وصيته أو يضار بالدين الذي اعترف به أو أقر به في حالة لا يصح إقراره، أو في حالة لا يثبت إقراره شرعا، فإن هذه المضارة فيها خطر على الميت، كما جاء في الحديث إنه يضار بالوصية عند الموت فيختم له بسوء والعياذ بالله. يؤخذ من هذه الآيات أن إيفاء الديون وتنفيذ الوصايا وقسمة المواريث على الوجه المذكور في هذه الآيات أن ذلك كله عمل بوصية الله جل وعلا، ولهذا قال وصية من الله، أي هذه الأحكام في المواريث والأحكام بالوصايا والديون وصية من الله لعباده. والوصية من الله معناها الأمر منه جل وعلا، كما قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، أي أمرناهم بتقوى الله. وصية الله أمر منه سبحانه وتعالى لعباده يجب عليهم تنفيذه والتقيد به، كما وصى سبحانه وتعالى من غير تغيير ولا من غير تغيير ولا تساهل. ويؤخذ من هذه الآيات وصف الله تعالى بالعلم والحكمة، والله جل وعلا له صفات عظيمة كما جاءت في الكتاب والسنة نثبتها على ما جاءت من غير تأويل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن ذلك وصفه جل وعلا بالعلم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، العلم الذي هو متصف به سبحانه أزلا وأبدا. والحكمة يراد بها إحكام الشيء وإتقانه، ويراد بها وضع الشيء في مواضعه اللائقة بها. الله سبحانه وتعالى موصوف بالحكمة على المعنيين، على معنى إتقان الأشياء وعلى معنى وضع الأشياء في مواضعها اللائقة. ومن ذلك
المواريث، فإن الله جل وعلا قسمها بحسب علمه بأحوال عباده وما يصلحهم، وأيضا وضعها بمقتضى حكمته سبحانه في مواضعها اللائقة بها، كما قال جل وعلا فيما سبق: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.